سيدي الله يا شمعة ستك ردي لي سؤالي ردي لي سؤالي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شايلة السلام عليكم. مساء الخير مشاهدي قناة شوف تيفي الكرام. أرخلاجة شخصيا لعم سيدي. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. لازيل لشهوبية العينين زرقين لفورمة وبنادم ميدم. أول واحد يقول لي التجارة وآخر مرة شيء هذه كم كاوة لاش قول لي التجارة نقول لك علاش اللي أنا أطبرني في المونتيف أطبرني في المونتيف انتي وليا وخا مباشرة وحد آخر ها رغا يشدوني وهذه راه اسمح لي اختي سميرة راه بوسو لها راس ديالها راه اختي اسمح لي مخلص والله لا يبذلون فيها علاش والله يا اخوتي وسمحوا لينا زعما الا قلنا شي حاجة ماشي هادي كاين مشكلة في التواصل ما تشرح لي كاع ما غيفهمك حبابي وصحابي بلا ما نطول عليكم العام قرب يسالي عام ولا نوبة البطولة بدات والليالي دخلات ندور عليك شي ماطة وزلافات البصرة بالهريسة مخلطة هاك بالك الماتشات البطولة اوروبا والخليج البطولة ديالنا فيها غدا جيج هاك كلمة السر لا بالينا سيكينا كنت برمزرق في السفينة انا اول ميسما كانثيون 1600 درهم بون اوكازيون سيدة جانساتي سادتي اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الحلقه خفيفه علاش حيت كنجمع الدوسي ديال الفيزا ديال الجزائر ودعوا معنا انها تقبل ان شاء الله اي لامبوكس هذه الفكره هذه عندك بالله العظيم قبل ما نبداو عندي لكم واحد الخبر زوين واش عقلتوا على الفنان ديالنا الكبير هابالينا ملك الراي انا هو ملك الراي عرفتوه مول ويك ويك فتيحه ديالي ويك ويك فتيحه ديالي وكوكو فتيحه ديالي ويك ويك مبروك علينا سيدي حيت راه جاب لينا الجديد ها الله يرحم الوالدين انا راه عارفكم ناقصين حنان حتى جا الحنان اسمع اسمع قلبك غدار غدار ويا انا سرقني انا يا وراح وراح انت سكتنا سكتنا دفعها بلنا دفع لست ادري اين المهم شجعوا الفنان ديالنا خويا هابالينا علاش لا حبي سنة 1800 يعني في القرن 19 كوبا كانت باغا تاخذ الاستقلال ديالها حيت كانت مستعمره من عند الاسبان وكانت الاجواء كما كنقولوا على سبه فالصحافه ديك الوقت كانت مستغله هذه الاجواء وكانت الصحافه هي السبب باش غتنوض الحرب وهذا النوع ديال الصحافه هذه اللي كيستغل المواقف سميتو الصحافه الصفراء حيت كانت سيدي معتمده على اخبار الجريمه والفضائح والكوارث اما الا كانت الحرب يا سلام ليله زاهيه هادشي كامل باش الصحافه الصفراء انها تحقق مبيعات للجورنال ديالها ناخذ كمثال لواحد الخبر في ديك الايامات ديال الصحافه الصفراء الخبر ديال باطو تفركع في 1898 في البور ديال هافانا واللي مات فيه 260 بحار شوف معايا العنوان اللي كانت كدير الصحافه الصفراء ديك الوقت واش الباطو سباب قنبوله ولا ميسيل ديال غواصه يعني في كلتا الحالتين الباطو السبب ديالو فعل مقصود شوف كيفاش كيقيدوا الراي العام وكانوا كيوركوا على امريكا باش تلصقها في الاسبان وتنوض الحرب حيت نط الحرب بالنسبه للصحافه الصفراء غتروج القضيه وغادي يبيعوا اكثر هادشي راه كنقول لكم في 1890 وفي العصر اللي حنا فيه دابا ومع التعديلات القانونيه الجديده واللي الاغلبيه منا ما عارف منها غير واش لوطيل غيولي بلا عقد الزواج ولا لا كاين واحد التعديل قانوني جديد كيخص الجمعيه المغربيه لحمايه المال هذه الجمعيه هذه الدور ديالها هي انها فيما يكون شي فساد كتبلغ به هذا التعديل القانوني اش كيقول باختصار ان هذه الجمعيات ديال حمايه المال العام ما بقاش عندها الحق انها تشكي بشي مسؤول فاسد واخا يكون عندها الدليل هذا حالي خذيني مع مصاري المهم سيدي الرئيس الجمعيه ديال حمايه المال العام ناض كيدو على هذا القانون الجديد الجرائم المال العام الا جاتو شي شكايه واخا تكون موثقه ومقاده اقصى ما يمكن اشعار يعني باختصار داكشي ولا عيان بيان يعني الفساد يمشي على رجليه في النهار شي واخا هادشي كامل اولاد خالتي هذا ماشي موضوعنا اللي كيهمنا فهادشي كامل هو ان رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام قال انه الاعلام العمومي مدواش على هاد المواضيع الحساسه اللي خطيره واللي غادي تاثر على البلاد مستقبلا في حين انه ولا عندنا صحافه صفراء اللي مقابله غير الجرائم والكوارث والفضائح رغم ان عندها رخصه ديال الجريد ورخصه ديال مزاوله الصحافه وانتم كتشوفوا على ان الاعلام العمومي غائب على القضايا جوهريه
الجوهريه والاساسيه ديال المجتمع. رغم انه نؤدي الضرائب فهذا الاعلام العمومي غائب او مغيب. وقتاش سيدي بدات البوادر ديال الصحافه الصفراء في المغرب؟ يوتيوب سيدي خرج في 2005، الاوائل ديال الجرائد الالكترونيه بحال هيسبريس بداو في الويب في 2007 وكانوا كيديروا اخبار سياسيه اقتصاديه. من بعد زاد طرف اليوتيوب وطلع، ومع طلع يوتيوب ولا معروف بانت الحركه ديال 20 فبراير. بعد مرور 20 فبراير فكر وخطط لإعادة الأمور إلى الوراء، لأنه لا مصلحة له في أن يتقدم المغرب. 2013 ومن بعد حركة 20 فبراير بدأوا الجرائد الإلكترونية القنوات ديالهم في يوتيوب، بحال إسبريس مثلا اللي كان أول فيديو ديالها على البنت اللي تغتصبت في الطوبيس، وفي نفس السنة بدأت حتى قناة شوف تي في. والله إلا قال لك ما كدوا فيه جابوا لي فيلا. وإلا شفنا الفيديوهات الأولين ديال شوف تي في غادي نلقاو قلبكم طيب على البرامج السياسيه اللي كدوز في القنوات ديالنا التلفزيون، واكيد انكم كتقلبوا على البرامج اللي تعكس همومكم وقضاياكم والمشاكل اللي كتعنيكم. راه عادي انه يكون معهم صحابي بحال السي المداوي، حيت في البدايات ديال شوف تي في كانت باقي يلا كتسخن. نرجعوا ل 1890 الصحافه الصفراء في امريكان، الجرائد الاخرى اللي ماشي صفراء ديك الساعه كانت كتمثل الجرائد الصفراء في واحد الكاريكاتور، الرسم اللي كيمثل واحد البهلوان كيفرق من المطبعه الجورنال على الناس، تعبيرا زعما على ان الاخبار ولات بحال المسرحيه، وهذا الشيء هذا اللي كنعيشوه دابا. اليوم مثلا غيبان لكم شي واحد مطلعها في اليوتيوب 2020 سنة سعيدة، غدا غيبان لكم هذا الميكرو كيسول الناس كوراني نشرق على بنادم بحالك بحالك اخويا ونديل ونديلي ديالو. اليوم عاوتاني يقدر يبان لكم شي كوميدي مشارك في شي برنامج مرة الزنقة كتشم ريحة الدقيق محروق ماشي تقاوت، غدا غيبان لكم تا هو هذا الرضاعة وكيسول الناس لي عندك واحد القصة او واحد خيتي حبيتيها اشنو هو سير انت قرا الصحافة. صحافة ديال الطروطوارات اللين وباركين كتصحموا في بنادم. ونحن اليوم ندق ناقوس الخطر ونقول بأن الفساد تغول وأن الرشوة تغولت في المجتمع وفي الدولة. فشنو النتيجة ديال هاد الشيء هذا؟ أي حاجة داروها مواهب بلا مواهب. أو أقول أخي يقول أو أقول أسيدي يقول تقول على عينيها أو أقول على عينيك حلا توتاب لك حولها ما تخط من تبرا شوف تحيي الموتى وكل من شافته يمشي بحمد توتاني هكا ولدي. هذا وجه سرق الزيت هذا. حشرات. رجل عنكبوت ديال مدينة فاس، سبايدر مان ديال فاس. مخيات. عشي فرحان ومقاداني فرحة. تقدر تسوليني علاش شفت بزارة؟ وبلا ما نسولك علاش؟ حيش الجزائر غتقصى ان شاء الله. كيفاش غتقصى؟ راه هي تقصات اصلا ما فهمش هاد غتقصى. انت ما كتحرضش هاك القصد مول 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 شوف تي في انت ما كتحرضش. جلسات وناسه وصلك على راسك. لا لا بالعكس حنا خوت. لا لا شوف دابا الله القاسم الى زوينه تبارك الله الله يحفظك نزار. جلس قتلتونا بالتعناب الحامض ديالك. انا لما ضربهاش غيمشي بحالو ما يبقاش يصوني عليا. وشنو هي هادي؟ اطرو ديال الزيت الروميه. كما كتشوفوا معنا مشاهير كرام بويسيلا هو الصديق ديالو اللي كيتسمى ياسين الرويضة. ياسين الرويضة على ما لقيدون ماله ماشي سميه انه غيشرب اطرو ديال الزيت الروميه بلا ما يتنفس. انتم راه كتفرجوا انا راه مونطيت هاد الشيء. اشني مونطيتو؟ اي واحد جينا ناكلو. دابا هذا ماشي كانيباليزم. عيدوا النظر في الصحافه المغربيه ورجعوا لها الاعتبار. وانت كل شيء عارف ما عندك حتى الباك ودير الضحك في راسك. معك الاسطوره واخا قتلوني والله تندق عليك ما ثلاثه الليل. نشاز الصحافه المتملقه العاجل الغير عاجل. حلاق كيحس الناس بمقص ديال الضفار. كاش عندي المقص الاخر جبت مقص ديال الضفار اللي كان فيني بيه عجبتني ديك الفكره ولكن غير كل واحد الشر اللي بغى يجي يجيب المقص ديالو. دابا انت لان وجد ناس غايقولوا كيفاش المقص واحد نقدر نديرو. لا لا هذا المقص هذا ما كاين فيه حتى شي اداء للكليان وبالعكس الكليان كينتعش واحد الانتعاش فيه. اش هاد الصداع الراس هاد. توب 5 صحافه صفراء. تعسلت عيناك حتى الغثيان فلا تكذبي. تعسلوا عينيك سكرتي جبتي لك وما تكذبيش. وتذكرت حب زماني فامسحي دموعك ولا تبكي. تفكرتي الحب اللي كان يا مسحي دموعك لا تبكيش لا تبكيش. وما رماني على الحب وما لي فيه من حظي فمن أحببت رماني ولم يكن قدرا بيدي. أو تنقل تغنى في الحب والسعد والزهر ما عنديش. فمن أحب قلبي لم ترحمني من عذابي. اللي بغيته من قلبي يمشي وما هنانيش ما هنانيش. وتعي ما تسمع البوب ديلان والبلوز والروك يجي الشابي ينسيك كلشي. داوي شكون الجوكر الغرباوي؟ علاش اختي دخلتيني لهاد القرعه كاع؟ صافي صافي حنا نرجعوا للموضوع.
في المرتبة الأولى من صحافة صفراء لاعب كرة القدم مغربي عالمي دخل المغرب من بعد ما حاربوه الهنود حيت ما بغاش يشطح معهم. فين هو اللاعب وفين هو المناجر؟ هاد اللقطه هادي دايره بحال راجل خالتك جاي يرجع مراتو غضبانه عندكم والوالد ديالك لابس كاندوره كيحاول يصالحهم باش خالتك تمشي ترجع لراجلها وباك يقدر يحزق في الدار على خاطر. هادشي راه حقائق. اليوم معنا رضوان البطحاوي اللي دوز عديد من المسيره الكرويه ديالو واليوم بعد ما جه عطب في الداد ديالو غيعاود لينا على المسيره الكرويه اللي دواز عاود لينا على بزاف. عرفتوا فين تعطب؟ تعطب في وجهه ولا هندي مرض بالمصاله والخبز ديال البيطان وهذا المناجر ديالو راه معاقل عليه. كان خرج شحال هادي كيتشكى قال لك مراتهم بغات تصايب لي الحريره. لا والله القاسم جي طيب لنا الحريره اختي جي كنعاني في صمت. كنشكر قناه شوف تي في على الاستضافه. اييه المهم الخوت اللاعب ديالي رضوان بطحي صافي بحال ما كايا مشى رجع للهند كيدور مع راساتو ومرتو فهمتي وقع لي مشكل بصح القضيه هادي ما عمرنا سمعنا في الاخبار الرياضيه شي لاعب مشى يحترف في الدوري الهندي. نقولوا سيدي حنا غادي نعطيو 17 مليون للشهر الا قلبنا هاد الدرهم غتجي 15000 درهم صافي غنسانس. وكما كتشوفوا معايا تبعنا مع الاطباء وفهمتي شنو هما هادو التحاليل ديال الكلاوي هادو. اول لاعب كره القدم مرض بالكلاوي كان كيشرب من التي ودير الكازو شو كيدير حش موت الهضره مقاده ما يعرفوا يدويوه. درنا تحاليل درنا شحال من حاجه ها هو لعب في الانتر الخدمه الردمه عطيه البخ والعياقه وقاس كتفرق في لي كارت فيزيت. لا انت جبد لينا الكاسيطه ديال العرس ديال امك حسن جايب لنا التصويره من المختبر ديال التصويره صافي انت فين عايش مالو لاعب في عام البون وزعما السي اللاعب البطحاوي راه كيبان باقي صغير راه شعره اللي تسالات ليه شويه الصلاحيه صافي بحال ماركايا واحد الخطره صافي بغى يسيني مع واحد الفرقه في الهند بغى يسيني معاهم هو ما بغاش قال صافي انا غنجي للمغرب بحال ماركايا غندير بروجي ديالي غندخل من الانتر للهند صافي تبعوا شي هنود بالتريبورتورات والمعاطر والدبابات ضربوا الراس كمل ليكم. هذا ماشي انتقال هذا ريفولي هذا. ملي كنت صغير وانا كنلعب كوره كنت كنلعبها في البحر فهمتي مع بويا والدراري صافي من بعد شافني واحد السيد قال لي خصك باش تمشي لبرا تلعب كوره هي هذيك فاش وليت كنلعب صافي ومن بعد انتقلت وليت كنلعب في الباصا شويه لاشباري ولاسي وفولوك اجواء ديال الحومه والطيطوارات والماتشات ديال البطوله نهار الاحد الثلاثه ديال العشيه مور الغداء وما كاين ما يدار زعما ملي كتخرجوا نتوما في راس الدربه اش كتمشيو ديروا كاع كتمشيو تصيبوا ولا انسولين. شاف المدرب تما قال لي وطلع معنا دخل لنا الكره هيدر ما كنلعبوش قلت له لا صافي هذيك هربت قال لي واحد راه شادي ولا تشطح معنا وكذا داكشي قلت له لا انا كنلعب كره ما كاينش لي نشطح وداكشي صافي تلاقيت مع شاروخان قال لي شوف كره غتلعب صافي يا رب الكره بوحدها والرقص بوحدها فهمتي ياك اخويا هذيك الشيء علاش صافي جيت المغرب وكنقول لجمهور المغرب ويسامحني حتى بغيت نلعب منتخب وندي كاس العالم المنتخب انساه شي انسى ولاو كيتقضاوها من برا انت حدك دير في الدرب ديالكم شي جمعيه الجمعيه الهنديه للاطفال مثلا ولا دير مثلا نقابه ديال التريبورتورات تبقاو تطالبوا الحكومه باش تزيدكم رويضه في التريبورتور فهمتيني. الشكل ديالك ديال المشاكل سير عند هركاوة ولاد خبزة وعطب هاكا شما ما نشر المغرب ولكن وقعت العطاب غير اسمح لي دقداق واللعابة وقجع هذا ونقش شوية اسمحوا لي هاكا شما غير اللعب ولكن كنا كنشوفوا في صفحة كلشي قداش مشيت صيفت عاد ود لالا حليمة درت لي واحد درت لي جبيرة بيض دقيق صافي هذيك راه انا كنطالب من الحقوق ديالي حيت باغي نشري بوشريط الحوانت كاملين فهمتي عطيتهم 100 درهم للحانوت ما بغاوش انا كنبكي تفو على مكاريب. في المرتبة الثانية من الصحافة صفراء مول تريبورتور كون معنا ايضا مول تريبورتور غني عن التعريف انتيكم معنا مشاهدينا الكرام وغادي ندخلوا على عادي مول تريبورتور وهو كيلعب تفو على باشا ها هو سدي الباب الزاوية ديال مولاي بوعزت القرعي ولات الصحافة عادي تدخل عليك الدار وانت مكفن بحال شي فرعون في القبر ديالو كتاشفو ولا شي حاجة عادي تريبورتور خليك عادي عافاك لما خليك عادي عادي المول تريبورتور هو داير لايف انا ما قدرتش نقبض راسي وانت هذا راه محتوى هذا باش تعرفوا فهمتيني كاش من محتوى عندي مشاهدينا الكرام انا ما قدرتش نحبس راسي
والله البلاد خاصها تبخرها. ولد خالتي 4 دريال ديال الجاوي كتبخر البلاد كامله. شكون هي هذه؟ واحد الدريه كنت لعب معها مصريه جاب لي عطاها فيل واحد الداعم ديالها دخل عندها سعودي عطاها فيل وخشاني في الصاك وضحرم لي عندها قال لي خشي في الصاك. مصريه هذه؟ مصريه لعب مع مصريه وسعودي اللي كيدعمها. دابا مصريه كيدعمها واحد خليجي بهدلات الكلينات بهذا هذا. خشاتني في الصاك قال لي تخشي في الصاك. سي نورمال صديقي، هي راه بنت وعندها المقلمه ديالها ديال تيك توك وانت ملط ما عندكش الادوات ديالك، منافخ مزارع خاسر عليهم صاك ديال الشمال ومغشي البيت بحال السبيطار ديال الحمار، غيديروك مقارجي السواده. اشنو بغيتي انت؟ باغي كريمه الملك من عادش يدير البراوات مقارجي. دابا هذا هو البيت فين كدير التحديات؟ هذا هو البيت اللي كندير فيه التحديات. هانتوما عادل دير الفرش. ياك الفرش هذا خشاب والكونت بلاكي والبوناج كلشي باش ما يطلعش الصوت. حسن عوان هاد المراه معاك يا خويا. شوف البيت ما عنده منين يتنفس، داير غير فرفيره، وفي الصيف البيت غيولي كيتلصق، وهاد الجلد هذا غادي يولي شهد ديال العسل، وهو غادي يولي يبان بحال دوك اليرقات ديال النهل. عندي لهاد البانيو ديال اشال لاشال هذاك دابا تيقول لي قرق فيه وكنقرق فيه. كيفاش تنعمرو بالماء وكنقرق فيه؟ دخلت عليك بالله اقسم بالله. راه احكام صرف كنلعبوا احكام صرف. والله ما كرهتي يشدوا شي مسؤول بحال هكا يبقاو يسولوه هاد 100 مليون ديال اش البانيو ديال اش. ولكن ما يمكنش سي تروطار، ما بقاش عندنا الحق اننا نسولوا المسؤولين فين كيمشيو فلوس. قلتي صيفط لها فيل. صيفط لها فيل بغيتو يعطيها ان شاء الله فيه 5000 نقطه 5000 ريال 250 درهم مغربي. 250 درهم مغربي راه غتفرح بها هي مصريه. هذا الحبس كامل على 250 درهم. ديت الحكم اللي قالوا لك خصك ديرو. في حاله رفضتي دير شي حكم. لا اذا ما رفضتي دير شي ما دير شي حكم صافي كتسمى ماشي كفو احكام. يعني انت ماشي كفو احكام زعما ما كتنفذش الاحكام. كفو احكام ماشي كفو احكام. هذا سطر سعودي يعني الناس ديال تيك توك عايشين حياه الماز. هذول مساكين مساكين سير. يلا طلع طلع. طالي تا البيضاء شميتي الريحه؟ ريحه الزفوره. والله ما ريحه الزفوره انت راك حزقتي عليا وكاع ما بغيت نقول. شبعان مرقه. التليفون سمع الصوت التليفون. التليفون اللي عندك ولا كتقلبوا عليا ولا شي حاجه هو كيتريني. كنلقى واحد السيد كيتريني اذا بينا كنتفاجئوا بانه عادي لا الشهير بمونتريبورتور. بكيك حلت العفطه يا محرمطه. اسعدي عادي ما انت ما عندكش مشكل في التصوير ياك اجي عادي اجي الضحيه اش 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 كدير عادي كنتريني اختي كنتريني مع بالليل عادي ديما كنتريني بالليل انا وبطبيعه الحال معنا في بلاد الامان والحب والوئام على حساب كل مره فين كنمشي بعد مرات كنمشي من الرباط كنمشي تنجري للمحمديه وي خويا شحال وي مرحبا فوالا شويه ديال لاكسيون لا حنا لايف حنا لايف خويا راه كنصور واحترمنا على الاقل كنصور انت مال هذا يكون غير برزه الشغل ديال الصحافه النازيه شغل الكريساج هذا ولا كيفاش السي محمد خويا كنصور اصاحبي كنصور خويا راه كنصور اخويا كنهضر معاك بشويه شباب انا كنهضر معاك انا كنصور احترمنا انا بطل انا ما شفتكش ولا انا راه بطل هادي كمول تريبورتور صمك لي العباد انا هو هيركول نوريك واحد العباد لا خويا دابا هاد ما غاديش معايا انا كنقول معايا انا كنقول معايا شوف سمح لنا معاك الاحترامات الله يسكش عجبينا اختي سميرة وديما فرحان وكنا متبعك ما كتعرفش كاتي الرجولة صافي الدراري صافي خفتوا تبانوا في مداولة قانونيا غنحزقك عرفتوا الاخوان واحد التعديل قانوني والله ما بغيت تفهم ليا عاوداش قلتي ما تقولوا عاوداش قلتي نسيت راسي نسيت راسي داز معاك لاكارت ديالك ماش معايا لاكارت لا والو ولا ما عيط غنعيط لك على البوليس كنهضر معاك بصحه وكنتفلاش انا ماخشي سمير يجيو تشارس لي التليفون عيط على البوليس عيط على البوليس ايوا عيط على البوليس الطريق انت تقد على المخزن انت انت تقد على المخزن شكل اللي شاف رجلك وانا كلي شاف تليفوني ماشي مشكل اخويا شي سمير سمح لنا بزاف ماشي مشكل ماشي غنسمح لنا بزاف هكاك ولدي حنا راسك وغيرها عاش الملك الله اكبر الجهاد الجهاد في المرتبة الثالثة من صحافة صفراء جوستن بيبر ديال الفنيدق يمكنش ربي واش كاين حلال انا حقا سمعت شي تنقنيقة جاتني بقية قال لك جوستن بيبر ديال الميريكان حيد لي شي واحد البوشونة وجاته أزمة نفسية مالك اخونا بس نشرح للمشاهدين هذا البوب
النظام ديال بوب كيتعتبر بوب الموسيقى الموسيقى الغربيه الامريكيه الاصيله. كيفاش فرق عليك القواز؟ انا اخر مره كنت في الفنيطه والله ما كان النوع هذا والله. الله يطوك يرقاوي يمشي بحاله. السلام عليكم ورحمه الله. الاسم ديالي بلال، اسم عائلي زليجي. اسم عائلي زليجي. اسم عائلي زليجي. او كاع هادي صدفه. تحيه للزليجيه بعدا. فهاد السنوات الاخيره اللي كنعيشوها الكلمه ديال الزليجي ولات كتقال اللي بلاد ما غيعرفهاش لحقاش ما قاريش ما نشد. الموهبه ديالي الغناء والرقص. ملك البوب مايكل جاكسون. مايكل جاكسون بالنسبه لي هي شركه الدجاج راه حنا وكلشولي. هو اللي ابتكر نظام البوب وديك البوب تخترع منه بزاف د المقتبسات. انا ديما كنقول باللي خاصنا نعطيو الانسان الفرصه ما نجيوش نحكموا عليه. راه تقدر تكون انت غير حاسدو. والرساله الى كل المحسد انني ما كنديهاش على المحسد واخا يقول كيف ما كان يعني. وي غتقول لي علاش غادي نحسد؟ غادي نقول لك يمكن انت حاسدو على النعيم ديال الجاه اللي هو عايش فيه. السيد خارج في الكورنيش ديال الفنيطق وكيشطح وكيقول لك انا الخليفه ديال مايكل جاكسون في الوقت اللي انت كتفكر فين غدوق البرا ديال الجعره الا كاع السبيطارات دخلوا في القطاع الخاص. انا مواطن مغربي ساكن في اول بلد مصدر الحشيش في العالم. انا بصراحه طلع يكون خليفه ديال مايكل جاكسون. بيلينا بيلينا ديما الصحافه هادو كيعيطوا لشي فنان وكيخليو قاع ما كيديروا ليه لا موسيقى خلفيه لا دي زيفي سبيسيو لا والو. I used to believe we were born now yet so beautiful. هي شركة الدين سموكين ديف امير سكيبس واي اون امريكال. انظر فين وصلت ديك الفيزا سكيبت دي داكس دي سافن. هي شركة الدين نابل لاتي جو نابل امي دا هي شد سارة ويتس كيم هلا بس مشيش عليه العكاشة ما تخشيش فيه موس. تزوجوا باش تشري لكم مراتكم كاس بحال هذا. في المرتبة الرابعة من صحافة صفراء ولد مدينة جديدة اللي بغى يبيع الخصية ديالو. والله ما أم واش لي صرية واش لي منية ما ذكرش، ولكن هو قال باللي بغى يبيع الخصية ديالو لأسباب مادية. سيمو البرقادي من المدينة الجديدة 32 سنة. تشكر قناة أشواق بريس على الحضور ديالها وعلى الاتصال ديالها. شو الهيبة والثقة في النفس، كوستيم واللحية مطراسية والحطاق باش يجي يبيع الخصية ديالو. ويلي تتا هي اللحية والكادو هما مطراسية بالخيط والعياقة ولاستيغ والاستيتيك. بنادم خاصو يحرق وجهه يكون حربي يكون ديكتاتوري. كنت متعب بواحد الثروه اللي هائله بزاف وكنت كنغامر في هادشي ديال بورصه القيم وهادشي. وكما كتعرفوا حاليا دخلت 2022 دخلت قاصحه شويه عليا. هذا راه هو صاحبه كانوا خاربين العقاف الجديده فهمتيني. المشاريع غير هو كل واحد فيهم مع من ثاني. هذا ساني مع اشواقع والاخر ساني مع شوف تي في. معكم الياس مالكي مراهن. هذا ماشي انا هذا خويا ديلياس. ويلي على ماشي انت شي لا كان غف هادي راه والله ما انا هذا راه خويا. ويلي اصاحبي عندكم نفس الجلسه ديال الدجيجيه الا دار عليا رياكشن غتلقاه صغير هنايا انا وتيدوي كيضرب في طاكوس زيبتو عرقيره في الكرسي جالس 8 السوايع ديال الستريم وكيسخر خوه صغير باش يشوف الحوانت واش مازال حالين. ها كيوصلوا الميساج من عند الوالده تيحبس الستريم. عند المعجور رجعنا شميت المعجور رجعنا شميت انا قلتها حياه ديال الدجيجيه. عندك تقلق لينا اصاحبي حنا راه فاهمين الكونسيبت. وتحيه للمغاربه وشكرا لاذاعه شوف تي في على زعما على هذا المرور وعلى الدعوه وشكرا لكم وتبارك الله. حنا دوله اسلاميه الحلوف عندنا حرام حنا داير بينا غير الدوزيام حلوف. ووصلت بيا العظم دابا حاليا راه كنفكر ماشي كنفكر راني دابا حطيت الخصيه ديالي في افيتو باش نبيعها. واش محمد خلي السيد يهضر اصاحبي حنا في بلاد حريه التعبير اللي بغى يقول شي حاجه يقولها غير ما ديرش فيها المعارضه. راك عارف المعارضه حاضيانه وراه الناس دابا تيتزايدوا عليها وداك الشيء. حاليا واصله 120 مليون وانا باغي فيها 350 مليون. لما كاش 350 مليون راه ما نبيعهاش. واش ما كاينش جمعيه الحقوق ديال الخصيات تنوض تشوف السيد هذا كينتاك الحقوق ديال الخصيه ديالو؟ يلا الا كانت شي جمعيه باغات تعرف وباغات تدبر على راسها وباغات تشهر هذه هي الفرصه. اسيدي انتوما كاع تتهموا انه هرب من طاحت الوالدين هرب من الختانه. شوف الفريخ اللي غيدي الخصيه ديالي راه ما غاديش يضيع لحقاش غيدي شي حاجه اللي مزيانه وخدامه 100% يعني. واللي غيديها راه غيدي غير ولد التوام وداك الشيء حقاش حنا كنولدوا التوام العائله ديالنا وفهمتي وداك الشيء بالطومبو غادي نقول عليه. بقينا قال في 2021 في ايام الانتخابات كانت انتشرت واحد الظاهره بنادم ولا كيبيع اللسان ديالو. بغيت نكمل لكم القصه ولكن خاصك واحد شي شويه ديال السحاب. وهذا اللي غنبيع عليه في حالة ما عجبتوش يرد ليا، المهم خلاها في الكلاسير ديالها واحد كاينين الناس اللي واقفين عليها محتاجينها. للأسف من بعد هذا السيد هذا ما باع الخصية ديالو، ناض البونداكاني ديالو والخصية الأخرى اللي بقات خرجوا بالتصريح. شاد الحبس هذا ولينا عايشين. يعني من شفت ديك اللحظة أنه هو باغي يبيع الخصية ديالو أنا ما تعيقتش.
جاتني في شكال او صديق ديالي مدوز معايا الفلوس مخلينا فين سهرنا انا وياه على البلايص على كيقول لك سيدي العلم والعلماء ملي كتمشي لك شي خاصيه الخاصيه الثانيه اللي بقات كتفقد الذاكره بحال قلتي كيبقاو عندك لي كونتاكت والنوامر ولكن ما عندهمش السميات قدامي والمناجر ديالي اللي مكلف ليا بالاموال ديالي كاملين ها هو حتى هو راه حاضر عرفتوا علاش جاب المناجر ديالو قصير حيت المناجر معروفين عالميا ياخذوا النسبه ديال 25% هو جاب هذا المناجر صغيور باش يلا ياخذ ليه 5% حتى في السكن غتلقاه تقام عليه فابور يسكنوا غير في لاكين ديال السطح وهو رابح به بيناتنا القانون. في المرتبة الخامسة من صحافة صفراء اللاعب المغربي العالمي اللي ما خلى تقمت في النوادي الأوروبية دخل المغرب من بعد ما ضاعت المسيرة الكروية ديالو وما كراش حتى هو يلعب مع المنتخب المغربي قالك سيدي بغى يلعب غير هو وبونو يقضيو الغارة راه عنده واحد الرجل اليسرى ساحرة شوف جيب لي غير بونو يلعب غير هو وبونو صافي هاد الجلسه هادي ديال معجنات جايكم على 11 تبنيو بسم الله الرحمن الرحيم الاسم كريم احمد من مدينه اسفي سن 20 سنه كنشكر هاد الصحافه النزال اللي لبى الطالب ديالنا شنو هو هذا باب في الصاله ولا بلاكار في الحيط حاطين لينا رجلين ديال الشمع ومدفق لينا الماريو ديالو فوق الطابله كاينين الحوايج المدرحين وكاين بنادم حتى هو مدرح هذاك النوع انا اللي كنعرفو كنتاسف من هذا الوضع اللي كيعيش فيه اللاعب ديالي حاليا رغم انه دوز كويداد ديال ريال مدريد في اسبانيا فاش كان مشى يدرس تما كاين هاد النوع هذا هو اللي كيحمض الكره كتلقاهم حافظين السميات ديال المراوغ ديال اللعاب عارفين شحال من تطواج عند اللاعب حافظين السميه ديال التحسينات ديال اللعاب حافظين الخريطه ديال اوروبا غير من التيرانات اللي في اوروبا الا ما كانش شي قهوه واحده مدرسه ما كيقراوش جيت في طائره خاصه بان مع جوج الليل حطيت الرحال في مطار مراكش الدولي وانت قول لنا غير هذا الباب فين كيديهاش من طائره بحالو بحال العديد اللاعبين اللي صيفطهم انا للدوريات الكبرى صيفطهم ولعب في عده فرق وحاصل على ميداليه هذا كاس اخويا ديال شامبيونشيب ديال الدوري الاسباني ديال الناشئين مع ميداليه صاحبك ما خصوش الكاس صاحبك خصو صينيه جمع لي باش يداوي التوكال حتى هو ولا شي حاجه ما كرهتش انا نمثل المنتخب المغربي ان شاء الله غنشبعهم القاب امضر خرج هذيك الفيزا حلف بالله انا جاي حيد فلوس البلاد كاع كليتوها للبراني عطيتوها جينيراسيون قمعتوها